بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بالسادة المشاهدين. إطلالة استثنائية في حال البلد تتصل كذلك بالوضع الراهن، الوضع السياسي الراهن والجدل الدائر ما بعد تجديد الولايات المتحدة الأمريكية لقرارها بشأن العقوبات لمدة 3 أشهر أخرى. بلا شك هنالك زوايا بتاعت نظر عديدة لهذا الأمر، من ينظر لنصف الكوب الملآن ومن ينظر لنصف الكوب الفارغ. أنا أرحب بالسيد مبارك الفاضل رئيس حزب الأمة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الاستثمار، لقراءة هادئة حول هذا الموضوع وغيره من الموضوعات. سيد مبارك، مرحب بك. أهلا أستاذ طاهر، كيف الحال؟ نحن بنبدأ مستأذنك بنبدأ بالتصريحات المنسوبة للسيد وزير الإعلام دكتور أحمد بلال في القاهرة. هذه التصريحات التي قيل أن السيد الدكتور أحمد بلال هاجم فيها قناة الجزيرة. طبعا الموضوع ده موضوع جدلي، ما زال جدلي. نحن اتصلنا بدكتور أحمد بلال واعتذر عن المشاركة الآن، لكنه أكد المعلومة بأنه لم يقل هذه التصريحات. لكن دعونا نشاهد التصريحات المنسوبة له ونعلق مع زميلنا المسلم الكباشي مدير مكتب الجزيرة في الخرطوم. نشاهد هذه التصريحات المنسوبة للسيد وزير الإعلام. أنا بفتكر أنه الجزيرة خطها الإعلامي الواضح هو إصغاث النظام في مصر، إثارة الفوضى في مصر، اتهام النظام باستمرار، وهذا خطأ، هذا خطأ. المصريين هم أقدم دولة موجودة من بين الدول العربية، لربما يكون بلاد الرافدين أيضا لديها حضارة من الحضارة الآشورية وكذلك، لكن المصري لديها نظام راسخ. الشعب المصري قادر، إن أراد أن يغير هذا النظام يستطيع أن يغيره الشعب المصري دون تدخل، وكذلك الجيش المصري. التدخلات ومحاولة التحريض هذا مرفوض. بلا شك هذه التصريحات المنسوبة للسيد وزير الإعلام تثير جدلا. مسلم الكباشي اعترض قبيلك في مدير مكتب الجزيرة في الخرطوم في سؤال للسيد وزير الخارجية، وزير الخارجية قال له مسألوا الدكتور أحمد بلال. نحن برضو عندنا نسمع إجابته. يعني اتصلنا بالدكتور كما ذكرت، اتصلنا بالدكتور أحمد بلال وهو يعني نفى أن يكون قال هذه التصريحات، وقال لي تصريحات مفبركة برغم الصوت وكذا، هي تصريحات مفبركة. كنا نريد أن نسأل الأستاذ المسلم الكباشي لماذا يبدو واثقا من نسبة هذه التصريحات إلى السيد وزير الإعلام رغم نفيه لها. لكن افتكر الإخوان في الكنترول. أستاذ المسلم، السلام عليكم. في صعوبات للوصول للمسلم الكباشي. مسلم، السلام عليكم. طيب إذا ما وصلنا لمسلم حقه نشوف التقرير وندخل لموضوع الحلقة. حالة من الاستياء خيمت على مؤسسات الحكومة وعلى قطاعات كثيرة من الشعب السوداني بعدما قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتأجيل النظر في شأن العقوبات الأمريكية لمدة 3 أشهر أخرى، في الوقت الذي كان ينتظر فيه كثيرون أن يقوم ترامب برفع العقوبات كليا، وهو ما أثار حفيظة الحكومة السودانية التي تجزم بأنها أوفت بكل ما تعهدت به في المسارات الخمسة الموضوعة كشرط واجب السداد لرفع العقوبات. وبناء على ذلك سارعت إلى تعليق لجان التواصل بين البلدين في خطوة مفاجئة. الشاهد أن الرئيس الأمريكي لم يقم بإرجاء النظر في شأن العقوبات فحسب، بل طالب الحكومة بالعمل على تحسين حالة حقوق الإنسان في السودان، الأمر الذي قابلته الخرطوم بالرفض على اعتبار أن هذا الشرط تحديدا لم يكن موضوعا ضمن المسارات الخمسة المطلوب الإيفاء بها لرفع الحظر الأمريكي. وقالت إن إقحام هذا البند إنما قصد منه إرضاء مجموعات داخل وخارج أمريكا تناهض رفع العقوبات عن السودان كليا، ولم يكن القصد منه اطمئنان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن الحكومة السودانية أوفت بكل ما يليها من التزامات. ولكن بالمقابل فهناك من يرى أن قرار الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب على الرغم من أنه كان صادما وغير متوقع، إلا أنه حمل بشريات جيدة، ذلك أنه أبقى على الرفع الجزئي للعقوبات الذي أقرته إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، ولم يقم بإلغائه كما فعل ترامب مع قرار أوباما الذي قضى برفع العقوبات عن كوبا. وبالإضافة إلى ذلك، فقد أبقى القرار على انسياب التعامل الاقتصادي والسياسي بين الخرطوم وواشنطن، ولم يقم بإيقافه، بجانب أن القرار أشاد بالتقدم الذي أحرزه السودان في المسارات الخمس. وانطلاقا من كل ذلك، صدرت دعوات من بعض الخبراء وبعض المشاركين في حكومة الوفاق الوطني نفسها بضرورة التعامل مع واشنطن بمزيد من الحكمة بدلا من اللجوء إلى التصعيد. الشاهد أن هذا التفاؤل وتلك الدعوات دونها عقبات كبيرة، أقلها أن الرئيس الأمريكي رهن رفع العقوبات بتحسين حالة حقوق الإنسان في السودان، وهو أمر يرى كثير من المراقبين أنه يحتاج لفترة أطول من الشهور الثلاثة التي حددها ترامب، كما أنه يحتاج لتنازلات كبيرة يرى مراقبون أن الحكومة لن تتحمس للقيام بها، لأنها ترى أن حقوق الإنسان في السودان مصانة، ولأنها تجزم بأن هذا الملف تم اتخاذه كذريعة لتأجيل رفع العقوبات ليس أكثر وأقل. فما هي أبرز السيناريوهات المتوقعة؟ وهل ستصل العلاقة بين الخرطوم وواشنطن إلى مرحلة القطيعة؟ وما هي فرص تجاوز الأزمة التي نشبت جراء قرار ترامب الأخير؟ هذا ما نسعى للإجابة عليه في قادمات الدقائق. مسلم الكباشي معنا. سيد المسلم، السلام عليكم. طيب سيد مبارك، تأجيل النظر في موضوع العقوبات لمدة 3 أشهر أخرى، يعني الأزمة هنا أم هناك؟ العقدة هنا أم هناك في الولايات المتحدة الأمريكية؟ أنا والله شايف القرار فيه نصر للسودان، للدبلوماسية السودانية، وفيه فتح لا بأس به، لأنه لا بد أن نضع في اعتبار القرار صدر من رئيس سابق وجاء رئيس جديد، وهذا الرئيس عنده حساسية مع كل القرارات التي أصدرها الرئيس السابق، ومن ضمنها ألغى قرار رفع العقوبات عن كوبا. كونه أنه يعني لا يلغي القرار بل يتبناه ويريد أن يضع بصماته في أنه يعني أصبح القرار هو قرار ترامب، بأنه يعني مددوا إلى 3 أشهر أخرى، أيضا طور الموقف من رفع مشروط إلى إلغاء المادة 11 من التي اشترطت تقديم تقرير عن أداء السودان فيما يتعلق بال5 محاور، يعني ألغى ذلك، اعتبر أنه القرار سيصدر منه مباشرة بعد 3 شهور بالإلغاء، أبقى على تجميد العقوبات، أشاد بالسودان وأداؤه في ال5 محاور. فأنا بعتقد أنه من هذا الجانب، خاصة نأخذ في الاعتبار أنه في مجموعات رافضة في مذكرة قدمت من 35 أو 53 عضو من الكونغرس من الحزبين، طالبت بالتجميد لمدة عام، تأجيل لمدة عام، أو بالانتظار حتى تشكيل الفريق بتاع أفريقيا في وزارة الخارجية ليقوم هو بتقييم الوضع مع السودان. فهو ما استجاب لطلب الكونغرس بسنة أو بانتظار الفريق التعيين الفريق الأفريقي والتقييم، اعتبر أنه التقييم تم وأجل الموضوع إلى 3 شهور، في تقديري التأجيل فيه امتصاص تكتيكي لهذه المجموعات الرافضة، لكن أيضا فيه أنه هو عايز يمشي في الخطة لكن ما عايز يكون محسوب لأوباما، أنه عايز يحوله إلى قرار مرتبط بترامب وليس بأوباما. أنا ده قراءتي لل هنا في الخرطوم، يمكن إخواننا في المؤتمر الوطني بالذات كانوا عندهم
يعني توقعات عالية جدا من جيهم، لكن كده خلينا نشوف الحيثية. عشان كده انت تكلمت عن خرطوم ولا واشنطن، فالخرطوم اتصدمت لانه يعني توقعت انه الموضوع رابع السقف، اي الموضوع منتهي يعني محسوم، منتهي محسوم بالحيثية يعني. مع انه التسريبات اللي كنت انا سامعها انه 70-30 يعني انه 70% دل الاداره والمسؤولين رفعوا تقريرهم، 30% ده راي الرئيس في النهايه انه يعني سيؤجل ولكن لن يكون التاجيل طويل يعني ما حيكون فتره طويله. فغلبت الجانب بتاع 30% انه اجل وتاجيل ليس طويلا، يعني كانوا بيتكلموا عن شهر لاكثر يعني، ده كان التقديرات. يعني البعض بيقول انه كون انه الولايات المتحده الامريكيه عندها ترتيبات الداخليه انها محتاجه لموضوع المبعوث، محتاجه موضوع يعني ترتب بيت الداخلي في الشأن الافريقي ككل وليس حتى الخرطوم، يعني ده بيخلي القضيه بهناك. الخرطوم التزمت بكل ما عليها في المسارات الخمس، وبالتالي يبدو الإحباط من هنا، يعني أنه أنت شنو بيخليك تاني تضمن أنه بعد 3 شهور نفس الحاصل ده يتجدد من جديد ويقودك إلى 3 شهور أخرى ثم إلى 3 شهور أخرى وهكذا إلى النهاية يعني. والله يشوف، ما طبعا خلاص إذا العقوبات معلقة ما الدبلوماسية والحوار في مثل هذه القضايا عايز وقت، يعني في قضايا بتأخذ سنوات، لكن المهم أنه نكون نحن في الطريق الصحيح، أنه العقوبات مرفوعة مجمدة. طالما العقوبات مجمدة وهناك تواصل وهناك علاقات وهناك تحسن، يعني مثلا قبل 10 يوم أعلنت أمريكا أنها أدخلت السودان في إطار الضمانات لاستيراد المنتجات الزراعية، ضمانات المصرفية استيراد المنتجات الزراعية، ده تقدم يعني في العلاقة الاقتصادية. فأنا أعتقد أنه طالما إحنا ما ماشيين لورا لكن ماشيين لقدام، ماشيين ببطء، ما يفرق كثير، لأنه مثل هذه القضايا لها 20 سنة، يعني موضوع العقوبات له 20 سنة. بعدين أصلا التأثير المباشر علينا كسودان هو في النظام المصرفي، طالما هو رفع جمد هذه العقوبة ده بيرفع عني الـ الـ ما حصل الـ عمليا ما حصل، لا بيرفع عني، ما هو نصب بتعامل مع المنطقة العربية وبتعامل مع المنطقة الآسيوية، ده عمل يعني رجع لي التعامل اللي كان قائم مع أوروبا ومع أمريكا. الكلام بتاعهم كان الأوروبيين إنه ما عايزين ندخل في ترتيبات لأنه تعوقنا من القرار ده، وصدرت غرامات كبيرة على باركليز وعلى باري باس آخر وعلى عدد من فنحن ما دارين ندخل في أن ندخل في عملية الترخيص ونملأ أوراق ونعمل قضايا زي دي وبعدين ندخل في مشكلة مع الأمريكان يقولوا لنا لا غلطوا هنا ولا غلطوا هناك، فأحسن نخلي الموضوع ده لحد ما لغاية ما يرفع نهائيا. لكن بالنسبة لبنوك المنطقة العربية الخليج، بالنسبة للبنوك الآسيوية، ده يعني القرار عنده أثر، عنده أثر برضو نفسي يعني في كثير من القضايا. يعني هسا احنا بيجينا في الاستثمار، بيجونا وفود أمريكية بيتكلموا، بدأوا يتكلموا عن الاستثمار في البترول، بدوا يتكلموا عن تسهيلات في امدادات البترول. يعني امبارح انا كان معي وفد امريكي، فبدوا ناس يجوا عايزين يحجزوا مواقع. يعني ما بتفتكر انه مثل الـ ما حدث الامس ممكن ياخر طاقه الدفع دي، ممكن يعني يزيد من مساحه الشكوك ان الامور لا تمضي كما يجب؟ ابدا. انت عارف ان امبارح كان معي وفد امريكي، طلبوا مني دعوات لمسؤولين كبار في مجال البترول، يعني شركات كبيرة، وكان كلامهم
أنه رفعت ألغيت العقوبات أم لم تلغى ما يفرق، لأنه الأمر ماشي في اتجاه في هذا الاتجاه. يعني قالوا لي ما تنشغل بأنه إحنا ما مشغولين بأنه بكرة تلغى أو ما تلغى، يمكن ما تلغى بكرة تتأجل، لكن رغم عن ذلك نحن عايزين نمشي في البرنامج بتاع الزيارات والدعوات، وعايزين نلتقي مع وزير النفط وهيلتقوا معه يوم السبت. شركة شنو؟ شركة الجايين يعني شركات كبيرة ولا مستثمرين؟ لا، الجايين العايزين يجوا شركات كبيرة. يعني ال شوية المستهدفين تفاصيل. المستهدفين بالدعوة شركات كبيرة، المفروض ننظر لهم الدعوة. عشان شنو من الشركات الشهيرة في البترول يعني بنعرف أسمائها؟ يعني شركات كبيرة أنسى الوقت أسماء خليها لقدام يعني. فلكن المهم الشهية انفتحت في اتصالات، في وفود، في كلام، في كده. فأنا ما شايف أنه، أنا شايف أنه في قضايا مرتبطة بالأمن الإقليمي والأمن الدولي مدية اهتمام لوضع السودان، اهتمام من حيث أنه السودان نفسه ما يبقى فيلد ستيت، ما يدخل في وضع زي الدول اللي حدثت الآن، ليبيا والصومال وسوريا وغيرها. أنه لأنه وضع الجيوبوليتيكال وضع مهم جدا. هو الآن ليبيا من هنا فيها أزمة، وهذه الأزمة مؤثرة على أوروبا ومؤثرة على بقية الدول الأفريقية، في داعش من هنا، في بوكو حرام في غرب أفريقيا، ومؤثرة على تشاد وكذا، والسودان في النص، في الحركات الإسلامية هنا في سيناء وكذا. فالسودان وضع جيوبوليتيكال بيو مهم جدا جدا. فحتى الكلام على الإصلاحات المطلوبة سياسيا وداخليا للسودان ووقف الحرب مربوطة بأنه عشان السودان يكون مفيد للأمن الإقليمي والدولي هو ذاته لازم يكون مستقر. يعني هي ما شروط بمعنى الشروط، هي بأنه هي شروط مطلوبة أو أسس مطلوبة لتحقيق الاستقرار في السودان، حتى لا يؤدي الصراع في السودان إلى انفراط العقد، فلا يستطيع أن يتعامل مع هذه المشكلات الآن المجتمع الدولي والإقليمي محاول يواجهها في المنطقة. فالسودان بقى عنده دور وثقل مهم نتيجة لوضع الجغرافي، يعني في الجنوب الآن الحرب، في التهديدات اللي ممكن تكون لشرق أفريقيا، في الخطر الجاي من غرب أفريقيا عبر السودان للبحر الأبيض المتوسط من ليبيا ومن مصر الاثنين. ففي قضايا يعني أنا في رأيي حاكمة في تعاون الموقف. السودان ده برغم تعاونه القديم مع أجهزة المخابرات الأمريكية وكذا، إلا أنه ظل اسمه قاعد في الدول الراعية للإرهاب، ظلت العقوبات مسلطة عليه، يعني كانت موجودة لحد ما حصل التقدم الموجود ده. ففي ناس بيفتكروا أنه المقايضة بالموقف وكذا تبدو أحيانا غير منطقية، يعني ما بتشوف كفة بجاي بياخده ما بيدوك بمقابل هذا العطاء الذي يقدم، يعني هكذا البعض يرى. يعني إذا إحنا دايرين نقيس بما حدث في موضوع النفاجة، أنا أفتكر الخطأ كان على المفاوضين. المفاوضين يعني أدوا بدون مقابل، بوعود ساكت في الهواء، يعني ما في أي كلمة مكتوبة ذاته في المسألة دي. يعني أسف فيها كلمة دي ما نطوا منها، لا ما نطوا منها دلوقتي. في جراءات تمت، العقوبات مجمدة على السودان، بدأ التعامل مع السودان بصورة واضحة. يعني فأنا بفتكر أنه طيب إدخال السودان أدى الموضوع. هديك نموذج يعني المصير. هديك نموذج الآن الناس اللي بيفتكروا برضو المتشائمين بيفتكروا أنه في 5 قضايا الناس بتكلموا فيها دفع بقضية حقوق الإنسان كقضية جديدة في مثل هذه القضايا المتفق عليها، يعني تجاوزوا 5 إلى قضية جديدة. يعني ده برضو بيأكد أنه الموقف زي ما ثابت، يعني ما في عاية ثابتة تبني عليها. الليلة في التقرير بتاع الأخ وزير الخارجية في مجلس الوزراء أوضح بصورة واضحة جدا أنه لم
يعني لم يفتح هذا الموضوع في الملف ده، ما موجود في المفاوضات. كان في كلام محدد عن بعض الأشخاص مضوي عن القساوسة، عن التشيكي اللي كان التشيكي اللي كان مقبوط وكده، المتهم بالتجسس، وأنه ديل تم العفو عنهم والموضوع انتهى، والموضوع بتاع مضوي أصبح موضوع. طيب تبريرك شنو؟ موضوع قضائي. تبريرك لو شنو؟ في طبعا شوف اللوبي بتاع النوبي المسيحي واللوبي بتاع كفاية نتيجة لأنه الحالة الموجودة فيها الحركات المسلحة بقى ما قادر تتكلم عن قضية السلام وقضية هذه الحركات، حولت للموضوع المرفوع ده حقوق الإنسان. أنا كزوج سياسي وموجود في الساحة بفتكر الملف ده حقوق السودان في حقوق الإنسان في السودان يعني ما فيه تلك المشاكل نتكلم عنها، فيه بعض التجاوزات، لكن هذه التجاوزات أنا سبق قلت لك هنا ما حتنتهي إلا إذا حدث وفاق تام. لكن الآن السودان سجله بالنسبة لكل المنطقة في رأيي سجل يعني متطور جدا بالنسبة لبقية المنطقة، لكن عندنا صراعات مسلحة، عندنا كده حتظل في تجاوزات. هذه التجاوزات تدريجيا مع اكتمال الوفاق، مع اكتمال السلام، مع اكتمال هذه القضايا، الناس سيتجاوزوا هذه. يعني القول بأن الحركة الشعبية أو غيرها من الحركات نجحت عبر هذه اللوبيات في تعطيل قرار رفع العقوبات أو تأجيله لمدة 3 أشهر أخرى. لا ما هم كانوا بيقولوا. بيقول عندنا يقول أنا ما أعتقد. أنا ما أعتقد أنه هم نجحوا. هو الآن مساكين هم حقيقة كل اعتمادهم الآن على العقوبات. ما عندهم حاجة. لأنه ما عندهم أي حاجة تاني. طيب هذا. لكن الأمريكان نجحوا في أن يوقفوا الحرب. يعني الآن الحكومة مددت وقف إطلاق النار، الطرف الثاني الرافض يوقع على وقف العداءات ورافض يتقدم في مسألة التفاوض ما عنده جرأة أن يطلق طلقة واحدة بسبب الموقف الأمريكي والموقف الدولي. يعني يعني حكومة السودان قبلت ووقعت والتزمت، لكن الطرف الثاني رافض يوقع على وقف العداءات ورافض يمشي في التفاوض، لكنه لا ما قادر يطلق طلقة واحدة، جمت خلاص نتيجة للموقف الدولي. فأنا في رأيي الظروف اللي أملت هذا التعجيل ظروف مرتبطة بأنه قرار صدر من إدارة وجاءت إدارة جديدة، وهذه الإدارة الجديدة كان يمكن أن تلغي هذا القرار، لكنها هي عملت فيه تعديلات ليصبح حقها هي مش حق مش يعني كريديت يمشي فضل يمشي للإدارة والرئيس السابق وهو رئيس من حزب آخر، وفي حساسية مطلقة بينه وبين الرئيس الجديد، ويعني هذه الاعتبارات أدت إلى هذا. لكن أنا بفتكر أنه القرار ده ذاته ما جاء ساكت، جاء عبر تحولات حدثت هنا في السودان، تحولات حدثت في الإقليم، يعني هي ما حاجة وليدة اللحظة عشان هي يعني تلغى كده بالصدفة. يعني ما في الموضوع ده الإشكال، الناس اللي برضو دارين الدور ده يعمل وزن يا سيد مبارك، لأنه افتكروا أنه حتى 12 أكتوبر ده ما معناه بالضرورة أنه يعني ما الناس يدفعوا من جديد لرفع الأمل، بحيث أنه 12 أكتوبر ممكن تكون نهاية القصة، ممكن تتجدد نفس الظروف والعوامل التي جعلت هذا الموضوع يتحرك من هذا التوقيت إلى توقيت 12 أكتوبر هي نفسها ممكن تكون موجودة، لا سيما وإنك عندك قضايا طرحت جديدة، تحسين حقوق الإنسان، عندك موضوع الشعائر الدينية، موضوع عندك موضوع كوريا، يعني واضح أنه الناس غير المتفائلين أو الدارين الأمور تكون متوازنة بيقولوا الإدارة تتحرك أهدافها ما ثابتة يعني، وبالتالي عليكم ألا تفرطوا في التفاؤل، 12 أكتوبر قد لا يكون هو الميقات الحقيقي لرفع العقوبة. أنا أعتقد أنه الناس اللي عندهم علم وإلمام بالملف والمتابعة حددوا الموقف في أنه
أفضل طريقة للتعامل مع السودان هي عبر الحوافز وعبر التقدم في العلاقات وليس عبر الإجراءات، خاصة أن العقوبات دي ما أثرت على الحكومة، أثرت على الشعب السوداني. وفي النهاية إذا أنت أصرت على هذه العقوبات في النهاية ممكن تحدث العقد ده ينفرط في السودان، والسودان بلد كبير وحيأثر على كل المنطقة، ففي النهاية برضو ده بيهدد الأمن الإقليمي. فأنا أعتقد أنه طالما نحن ماشيين في اتجاه صحيح بأن هذه العقوبات مجمدة وأن التفاوض ماشي في إطار إلغاء نهائيا، على أي حال أنا حسب ما مطلع عليه أنه الاتفاق تم في المحاور الخمسة، وأنه التقرير الذي رفع أنه السودان قد أوفى في المحاور الخمسة، وليس هناك من جديد وضع في الطاولة. طيب الثلاثة نقاط الجديدة قلت عليك دي، حتى يعني الكلام عن تحسين حقوق الإنسان وكده ما بتعتبر إضافات للخمسة بنود؟ لا، أنا شفت تابعت المؤتمر الصحفي اللي عملته الخارجية نعم، وأول أمس اتعشيت مع صحفية من الول ستريت جيرنال موجودة هنا وهي ذات شاركت في المؤتمر الصحفي. لا يوجد مثل هذا الحديث في أنه في مطالب أخرى، لا، الكلام كان واضح أن المسألة دي ليس هناك جديد، المسألة دي مرتبطة بترتيبات هنا، وأن كل المسائل استوفيت، لكن رؤية التأجيل لمزيد من الترتيبات، لكن ما قالوا أنه وضعنا شروط إضافية. طيب بتفتكر دخول شنو يعني قيمته شنو إذا هي ما جزء من الالتزامات المطلوبة يعني الموضوع عن حقوق الإنسان يعني وغير يعني؟ لا، ما هي الذكرى من ذكرها ناس الكونغرس أين وذكرها بعض الجهات المناوئة، لكن الخارجية ما ذكرتها يعني في المؤتمر الصحفي في الأسباب ما وضعت. طب يعني دفاعي لأنه 12 أكتوبر ممكن يعني يكون شاركوا فيه ثلاثة مسؤولين المؤتمر الصحفي أشاروا اليوم 1 و2 و3 بدون أسماء وكان كونفرنس يعني بريس كونفرنس عبر الاتصال يعني فسألوهم حتى الصحفية الموجودة في خرطوم سألت يعني، فكل الكلام كان لا أنه ما في أي شيء جديد لأنه طبعا ما هو في الموضوع بتاع الرفع من قائمة الإرهاب، ما في تاني محطة يعني محطة ذاته الرأي أنه الرأي عند بعض المسؤولين في أنه إذا نحن عندنا مستبقيات في محطة تانية، المحطة التانية ممكن الناس ليه؟ لأنه بيفتكروا أنه الحافز مهم جدا لتجاوب الحكومة السودانية مع هذه المطالب. فالآن نحن جمدنا هذه العقوبات، الحكومة السودانية مشت معنا خطوات كبيرة في هذا الموضوع، إذا ألغينا هذه العقوبات حنجي للمحطة الثانية حنجد مزيد من التعاون، لأنه حنجد أنه يعني الحكومة شعرت واطمأنت بأنه في جدية وفي التزام من الجانب الأمريكي برفع العقوبات. ففي محطة ثانية، هذه المحطة الناس بيتكلموا فيها عن الفيز الثاني، المرحلة الثانية من الحوار الوطني اللي هي بتشمل الدستور والقانون الانتخابات ووقف الحرب واتفاقية السلام، دي القضايا الآن المطروحة باعتبار أنها الفيز الثاني من الحوار. والحكومة ذاتها والرئيس البشير لو تذكر في المؤتمر التنشيطي في خطابه تكلم عن المرحلة الثانية من الحوار. فأنا أعلم أنه الأمريكان فتحوا الموضوع ده وبيتكلموا عنه، المرحلة الثانية حتكون مربوطة بالمسألة بتاعت رفع السودان من قائمة الإرهاب عشان ديك حتمشي الكونغرس، فلازم يقدم للكونغرس
يعني أشياء ملموسة فيما يتعلق بقفل ملف الحرب بالانتقال إلى مرحلة جديدة. تفكيك ناعم كده يعني. أي. تفكيك ناعم للحالة يعني. للاحتقان الموجود في السودان. تفكيك ناعم. يعني أنت عايز تخلق وفاق، تخلق سلام، تخلق وضع جديد. 2020 تكون في انتخابات تؤدي إلى حكومة يعني توافقية، يكون الناس مقتنعين بالأسس اللي انطلقت منها هذه الحكومة. طيب لو جينا للرد الفعل، تكبير بدأت تتكلم عن البيان المؤتمر الوطني والقرار القاضي بتعليق لجان التفاوض أو تجميده، تعليقه أنا بفتكر أنه طبيعي، يعني أنه أنا متوقع أنه المسألة تلغى. بعتبر نفسي أنا قدمت المطلوب كله، فجأة لقيت أنها هي تاني في تاريخ حسب المؤتمر الوطني تعامله في نفاشة وغيره، أنه بيفتكر أنه يعني الأمريكا بتغير الجول بوست، بتغير الأعراض بتاعت الجون، بيشيلها بيزيح الجون، كل ما يصل الجون بيقوم يشيله يزيحه. في أصبحت كانت في قناعة زي دي، فدي واسد شاهد إضافي لها، فدي وده شاهد إضافي لها، فدي زي 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 جابة المسألة دي. لكن الفرق هنا في أنه العقوبات معلقة مش قائمة، معلقة يعني استمر تعليقها، ما عادت يعني، ما التعليق ما تلغى، اللي تأجل هو يعني أنه شطبها نهائيا. فأنا قادر أغدر حالة ردة الفعل اللي حدثت، وهي مقدرة يعني، الناس حصل لهم غضب لأنه كانت توقعات عالية، حصل لهم إحباط وكده، عبروا عن هذا الإحباط. لكن في النهاية الدبلوماسية اللي شفتها سل الصراع في بين أمريكا وبين فيتنام وبين يعني أخذ سنوات وسنوات المباحثات في باريس، ويعني فإنت القضايا دي بتاخد وقت يعني. لكن أنا بقدر أقول أنه الآن الظروف الموضوعية خادمة السودان. أنت دعيت لضرورة ضبط النفس، تفتكر بأنه ما تم التعبير عنه بالتجميد فيه عدم ضبط للنفس، تجميد لجان التفاوض وكده؟ لأنه إحنا طبعا ملتزمين مع بعض بمقررات الحوار. مقررات الحوار واضحة أنه يا جماعة كلنا نصحح المسار السياسي الداخلي والخارجي، وأهم تصحيح للمسار الخارجي هو أنه التطبيع، لأنه التطبيع مرتبط بالقضية الاقتصادية، يعني مهم جدا جدا بالنسبة لاقتصاد السودان أنه تزال هذه العقوبات، وأنه تفتح أبواب التمويل الدولية للسودان لكي نستطيع حل المشكلة الاقتصادية في السودان. فده العقد بيننا وبين أخواننا في المؤتمر الوطني، وبيننا وبين كل الذين شاركوا في هذا الحوار. إذن الدبلوماسية نجحت، وصلت إلى مراحل متقدمة، ما نخلي الإحباط يقودنا لأنه نقوم نعبر عن غضب، هذا الغضب يقوم يجيب لنا مشكلة، لأنه برضو أنت لازم تشوف طبيعة الراجل الموجود ده يعني. فالراجل الموجود ده ما يعني تصرفاته ما طبيعية حتى مع أوروبا، مع العالم كله يعني. هو زول يعني إذا استفزيته ممكن يعمل مشكلة. فإنت ما في داعي أن إحنا يعني بنتعامل مع شخص يعني في إجماع على أنه هو غير طبيعي في تعاملاته. فإذا هو الآن محايد تجاهنا، هو عمل موقف كويس، تبنى قرار يعني سلفه، أصبح قراره هو، لغى التقارير، ما عايز تقارير، أدى نفسه 3 شهور.
خلاص احنا شلت الجانب نصف الكوب الملعان ورفضت الفارغ، لكن البعض يعتبر انه بالبيان بتاعك ده زي حبيت تعمل مسافه، يعني مسافه من شركائك الان من المؤتمر الوطني يعني. لا انا 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 مبارك زي ردك ده استبق جلسه مجلس الوزراء ولا كان بعد هذا البيان؟ لا البيان قبله قبله، يعني البعض كان بيفتكر انه تنتظر جلسه مجلس الوزراء والتنوير البيتي وكده وتطلع بيانك، يعني الان زي بديت كانك قدرت تعمل مسافه. لا لا ابدا، ما هو ده اول بعض يقول مبارك بعد يقول انا رجل امريكا في السودان وكده. لا لا البعض لا 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 الناس متفقين طبعا على متفقين على الاهداف، متفقين على الوسائل، التكتيكات الناس ممكن يختلفوا، ناس يشدوا وناس يرخوا، يعني برضو ما في ما يمنع ذلك انه زول يشد وزول يرخي. لكن الهدف متفق عليه والوسائل متفق عليها، انه وسائل دبلوماسيه وماشيه هذه الوسائل الدبلوماسيه. الهدف هو اننا احنا نخلص من هذه العقوبات وننفتح نحو العالم. التكتيكات انه دي متروكه للناس الماسكين الملف، يعني يشدوا ويرخوا. احنا حركه سياسيه، قوه سياسيه، احنا ما ماسكين الملف، احنا متفقين ولا مساهمين بالرايفي، احنا متفقين الملف ده ما سبقنا. يعني سبقنا، لكن نقدر نقول الليله في مجلس الوزراء اتفقنا على كيف النقاش كان في مجلس الوزراء؟ كان ممتاز جدا، كان روحه طيبه جدا وممتاز جدا. اخو وزير خارجيه عمل تنوير، اتفق معانا على الايجابيات دي كلها في القرار. يعني حتى ضحكوا، انا قلت لهم انت يا جماعه نسيتوا انه العقوبات معلقه؟ يعني زي بيتكلموا كده زي الزعلانين بيتكلموا زي كانوا العقوبات رجعت. العقوبات معلقه، القضيه بتاعتنا هنا هي الغاء بس الان ولا بعد ثلاث شهور يعني. فكان في اتفاق تام على الخضه، وانه المساله بتاعت تجميد اللجنه مرتبطه زي ما قال اخو وزير الخارجيه مرتبطه بالغاء الماده 11، انه لم يعد هناك من شيء يتفاوض عليه، لانه اخر جلسه بتاع التفاوض تمت في اوسلو مؤخرا وخلاص كل شيء اتقفل، الملف كله اتقفل، وعليه حال البند 11 الغي بانه ما في تقرير يقدم باعتبار انه ما في قضايا اخرى ستطرح. فبالتالي بعد كده اتفقنا في مجلس الوزراء انه وزاره الخارجيه بتواصل مشواره مع الاداره الامريكيه كالعاده بدون وجود لجان وما الى ذلك، لانه لا يوجد سبب لها بالبند 11. ما في لوم على هذا البيان الذي صدر، واضبطوا نفسكم واعملوا ابدا. الليلة كمان كان في اجتماع في القصر، انا ما حضرت، حضروا نائبي للقوى السياسيه في الحوار مع الدكتور ابراهيم محمود، حسب الحضر من الحزب بلغوني انه الدكتور ابراهيم اشاد في بدايه الاجتماع بالبيان يعني بتاعنا، وقال انه حقه كل الاحزاب تحزو هذا الحزو، فبيان معقول. و هل انتم مطالبين بانكم تكونوا جزء من اداره الملف؟ خاصه انتم جيتوا جزء من الحكومه الان، يعني هل عندكم اي مطالبات يعني حزبكم على الاقل يعني وبقيه الاحزاب تعلم يعني؟ لا احنا في دعوه لانكم تكونوا جزء من اداره الملف؟ في وزاره الخارجيه ماسكه الملف، في الملف وزاره السياسة. الخارجيه بتجي مجلس الوزراء، الوزير الخارجيه معنا في مجلس الوزراء، اذا احنا دايرين منه اي معلومه يعني ما قاعد يخلينا بالمعلومات. سيد مبارك تحديدا يعني اتكلم معه، ما طلب منه اي دور اي دور في هذا الامر بحكم صلاتك وكذا، ما طلب منك اي دور خاص في هذا الامر؟ لا لا لم يطلع، لانه زي ما قلت لك الموضوع كان ماشي في مسار معين وانتهى بنجاح، فما في داعي ما في تدخلات ثانيه. فاحنا ما مطالبين بملف ولا غيره، احنا نفتكر حكومه واحده. التنوير اللي بيحصل، النقاش اللي بيحصل في وبالمناسبه مجلس الوزراء ده مختلف، انا شاركت في مجلس الوزراء 2002 2004. الاداره الان بتاعت الحكومه بواسطه الرئيس المجلس الوزراء الاخ بكري حسن صالح مختلفه تماما. شنو المختلف؟ يعني تقصد شنو بمختلف؟ شنو كان يعني زمان كان واضح
كان واضح زمان الطريقة بتاعت أخواننا سهل عثمان أنه بيديروا الملفات كلها خارج مجلس الوزراء ولا بتطرح. يعني مثلا أديك مثال دارفور لم تطرح أصلا في مجلس الوزراء. أنت ليه طوال لما تأزمت تنتاش على عثمان؟ لا ما لا كانت حكومة كاملة. لا حكومة كاملة يعني لما هو تختص من هذول واحد. لا هو كان هو كان مسؤول من السلطة التنفيذية يعني وماسك الملفات التنفيذية كلها. فمثلا دارفور دي لغاية ما تعقدت بيقى في تنوير 5 دقائق في آخر الجلسة عن أوضاع الإنسانية وكده. حتى مرة قام يتكلم واحد من أولاد دارفور قال يا جماعة الوضع أسوأ مما أنتوا بتوصفوا هنا. الوضع سيء جدا وخطر. فرد عليه الأخ على عثمان قال له شوف ده صراع على السلطة ما في حاجة اسمها يوم ما أرحميني. فأنا ما داير أسمع كلام زي ده. كان هو رئيس الجلسة. فداير يقول زمان كان في يعني كان مثلا ناخذ قرار طيب يكون الرئيس مثلا موجود ناخذ قرار يجي الجلسة الجاية يجي علي بيلغيه الآن القرار. الآن مختلف الآن أولا في مساحة كبيرة جدا للنقاش. يعني وأي رأي بدون أي حجر. بعدين السيد رئيس الوزراء في النهاية بيعمل تلخيص. هذا التلخيص بيبنيه على الرأي اللي تشكل في المجلس. يعني أنا أقول لك مثلا الأمانة في موضوع بيان الحكومة أو خطاب الحكومة جابوا مقترح. هذا المقترح احنا غيرنا تماما في المجلس. يعني قلنا ما في داعي لخطاب طويل, ناس يركزوا على اولويات البرنامج. وحددنا اولويات البرنامج شنو. السيد رئيس مجلس الوزراء في نهايه الجلسه قال انا ده رايكم, انا ساعمل بهذا الراي, المقترح ده خدته على جنب, انا هشيل الكلام بتاعكم ده, هنجيب الاولويات تحت البرنامج, القضايا بتاعت البرنامج التقارير وكده انتوا قلتوا ما نقولها انا هطبعها هوزعها للاعضاء, ما هاقرا هذا البيان الا في اطار اولوياته والقضايا الرئيسيه زي ما انتوا طلبتوا في هذه الجلسه. ده ما كان بيحصل طبعا. فانا شايف وفي الوزاره كذلك تقدر نقول انه في يعني مبارك الفاضل برضه شاعر بالارتياح داخل وزارته بيدير ملفاته بحريه. أيوة ما في تقاطعات, حريه تامه. يعني في ال 50 او 60 يوم اللي انت قاعد في الوزاره وفي مجلس الوزراء تعتبر ان هذه مرحله مختلفه تماما في حريه تامه. وانا سالت السيد رئيس الوزراء ده عديل كده بانه هل في اي سقوف؟ قال لي ما في اي سقوف. يعني احقاق الحق والشفافيه في العمل, ولا في مراكز ولا في اصحاب مصلحه ولا في مراعاة لأي شيء. الحق والقانون والعدالة. فكان واضح جدا جدا لأنه أنا استوضحته في الحتة دي. هل نحن عندنا يعني أنتوا الآن بتتعاملوا في ظروف مختلفة عما كانت من قبل, شعرين بأن المرحلة دي المصداقية فيها عالية, التعاون فيها عالي, ليس كما دائما تكونوا جوا السلطه بتقولوا كلام, تطلعوا من السلطه بتقولوا كلام. ابدا والله ابدا ابدا. الليله دي بالذات يعني في النقاش ده في النهايه التلخيص بتاع السيد رئيس مجلس الوزراء ما كان بعيد من كلامنا, انه والله ده قرار ايجابي احنا ناخذه على اساس ايجابي. مجلس الوزراء يطلع بيان بانه هذا القرار بالنسبه لنا ايجابي وبالنسبه لنا انتصار للدبلوماسيه بتاعتنا وليس هزيمه. ان احنا نعبر عن ذلك بصوره واضحه. ف بعد اللقاء كان عندنا موضوع مشترك بعد المجلس. انا كتبت له ورقه وقلت له دايرين 5 دقائق معي وزير النفط, عندنا موضوع. قال لي جدا. فمشينا قعدنا معه في موضوع اساسي يعني تناقشنا بشفافيه كامله جدا جدا, اتفقنا. قال خلاص انتوا ده رايكم, امشوا حضروا شغلكم وتعالوا نتناقش في المساله دي. طيب تعليقك على انه كثير من المعارضين الان يعتبروا
قرار التأجيل انتصار حقيقي للمعارضة. سوداني التعليق شنو على الكلام؟ المجان ايش؟ ده يعني يعني بس الليلة غلبني انه كنت مشغول وياسر عرمان قام رسل لي ترحيبه فكنت ترحيبه شنو؟ ترحيبه البيان بالتأجيل اي فكنت اقول له يا سيدي يا اخي يا اخي شوف لك موضوع ثاني الموضوع ده ما حيستمر معك يعني لو انتوا لقيتوا لكم يعني وسيله اخرى للنضال افضل لكم من انكم تتعلقوا بالعقوبات الامريكيه. تبدو واثقا يعني تبدو واثقا هذه المره. انا دائما لما اسمعك في الملف الامريكي دي في الفتره الاخيره بشعر بك عندك موثوقيه عاليه. دي معلومات ولا انطباعات ولا تقديرات ولا شنو يعني الموثوقية العالية والله دي. كلها هي جملة من الأشياء القراءة الموقف المعلومات الدراسة للوضع كله لإقليم الدول وكذا يعني هي مزيج من ده وده. طيب أنا شايف أنه الموقف واضح. ما احنا بنتكلم مع الأوروبيين وبنتكلم مع كل الجهات يعني فشايفين المؤشرات ماشية وين. طيب انا يعني داير في دقيقه اعرف التاثيرات الان العمليه لقرار التاجيل على حركه الاستثمار. انتم في وزاره الاستثمار كانت في حركه في جو متفائل الدولار ذاته مد راسه يعني الناس بتفكروا بانه قد تكون لمثل لهذا التاجيل يعني اثار سلبيه على مناخ الاستثمار في البلد. لا انا امبارح زي ما قلت لك كان معي وفد امريكي الغريب الكلمه اللي قالوها انه احنا عايزين دعوات لشركات كبيرة من شركات البترول وماشيين معاكم في هذا الخط سواء بكرة رفعت أو ألغيت العقوبات أم لم تلغى لأنه في تقديرنا أنه هذا الموضوع طيب موضوع يعني ما في تأثير تتخيل؟ لا ما في تأثير بس على شاهد الأمريكان شاهد تاني ما في شواهد أخرى تاني ممكن تدينا لها تعزز هذه الروح التفاؤل. الكلام ده على الأوروبيين طبعا الأوروبيين أنه يعني المبعوث الأوروبي للسودان مشى أمريكا عشان يأكد ضرورة رفع إلغاء العقوبات يعني فالحيل بتاع أوروبا معانا كله يعني الأوروبيين داخلين في مباحثات استراتيجية مع السودان 11 دولة أوروبية بتتناقش الآن مع وزارة الخارجية مباحثات استراتيجية في عودة العلاقات مع السودان. المبعوث البريطاني أنا التقيته قبل شهرين شهور قال لي إحنا أخطأنا في الابتعاد عن السودان سنصحح هذا الخطأ. فيعني هذا الانفتاح ليس يعني فقط في إطار أمريكا لكن الآن كل الدول الأوروبية الآن منفتحة على السودان كلها الآن بتتعامل مع السودان بانفتاح كبير جدا كلها متحمسة للترافع عن السودان فيما يتعلق بالعقوبات الأمريكية. فضل لنا زي 3-4 دقائق خلينا نختم بهذا الكتاب. السيد مبارك الفاضل طلع كتاب ماذا جرى أسرار الصراع السياسي في السودان وبدأ هذا الكتاب باعتذار للسيد صادق والسيد محمد عثمان ولجون جران وغيرهم يعني لماذا هذا الاعتذار طالما أردت أن تقول كلمتك للتاريخ؟ دائما الناس بيكتبوا التاريخ والمذكرات بعد ما ناس يموتوا فما بتفرق يعني كثير فالآن أنا كتبت هذا الكتاب وأبرزت هذه الوثائق والمعلومات والناس أحياء وده تغيير من النمط الموجود. لا شك أنه الوقايع الموجودة هنا قد يعني تلامس يعني قضايا مرتبطة بهؤلاء الأشخاص فيها نوع قد يعتبروها أنه نوع من الإساءة حسابات البنوك وغيرها نوع من الإساءة اليوم ونوع من التعريض وكذا. فالاعتذار هو أنه والله يا جماعة الموضوع ده ما شخصي الموضوع ده مرتبط بوقايع تاريخية أنا رويتها وليس لأنه أنا عايز أعرض بكم ولا لأنه أنا عندي موقف منكم. كنت اللي يقول عليك الأحداث اللي أنا عايشتها وشاركت فيها
صنعتها وشاركت فيها بشفافية كاملة. قلت كل الحقيقة تفتكر يعني؟ ممكن أن يقال كل الحقيقة يعني ولا قلت جزء بعطف في القضايا اللي ذكرتها؟ طبعا في قضايا، القضايا كثيرة جدا والموضوعات كثيرة جدا يعني. دار لها تاريخي من دار لها كتب من 86 ل 2016 يعني. هل في الكتاب ده قدرت تغطي كل المدى الزمني؟ اخذت اهم المحطات لانه انا داير اوصل رساله بانه القضايا شنو شغلتنا في السودان، التحديات واسباب عدم يعني حلنا لها، انه الصراع السياسي، انه المشاكل الموجوده في احزابنا، وجبت نموذج حزب الامه، المشاكل الموجوده في تحالفاتنا معارضه وحكومه، واللي هي برضه نتيجه للتركيبه بتاعتنا ومعاملتنا تعاملنا كسياسيين وقيادات في القضايا. اننا ما بنمشي للقضايا الموضوعيه، بنمشي للقضايا غير الموضوعيه. ولذلك بينت بانه حتى لما قدمت الكتاب قلت القضايا ذاتها اللي واجهت الديمقراطيه هي نفس القضايا اللي هسه مواجهانا بعد 30 سنه. طيب انا لانه زمن انتهى بقول للساده المشاهدين احنا ان شاء الله الاحد والثلاث والخميس حسب اتفاقنا مع السيد مبارك حنخصص صالون سودانية 24 للنقاش حول اهم الافادات التي وردت في هذا الكتاب، وحنا يعني في خاتمة الحلقات حنسمع برضو اراء الذين يمكن يحبون يعني ان يتداخلوا في هذا الموضوع ويدلوا بافاداتهم. هذا كلام للتاريخ، و البعض يعتبر يا سيد مبارك أن البعض بات يستثمر حتى التاريخ في تصفية خصوماته السياسية، ومبارك الفاضل منهم يعني. ماذا تقول له؟ لا، ونحن دائرين حقيقة نصلح المسيرة. إذا ما قلنا المشاكل ما بنقدر نصلح المسيرة، لأن نشوف التجارب عشان نعتبر بهذه التجارب. عايزين نملك الأجيال الجديدة معلومات حول مشاكل التاريخ مسلم. التاريخ من بنظر السيد مبارك هو ده تاريخ بنظر. معاصر ده ما حاجة يعني قديمة يعني، ده الآن عايشين نفس المشاكل. شكرا للسيد مبارك الفاضل رئيس حزب الأمة ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاستثمار، شكرا له على هذه الإفادات. هذه يعني حلقة استثنائية لقراءة السيد مبارك لموضوع التأجيل رفع العقوبات عن السودان. إن شاء الله نواصل في الصالون معه موضوع أسباب أو أسرار الصراع السياسي في السودان. خليكم معنا حتى ملتقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.